في ظرف 20 ثانية وتعطيني الإجابة حمزة حسب رأيك كيفاش التوانسة يخموا. واضح؟ يلا. توب توقيت خدمة تتخدم بالواقفة. حاجين. أكثر قطعة في الدجاج يحبوها التوانسة. الفخذ. سمي أكثر جمعية مش تونسية يحبوها التوانسة. باريس سان جيرمان. سمي بلاصة تستعمل فيها الصرف. العطار. سمي حيوان منقب. الدلماسيان. تصفيق على حمزة، برافو. ميرسي. أوقع نحن نشوف إجاباتك حمزة. حمزة قلت باريس سان جيرمان هذيك هذيك أكثر إجابة. خلينا نشوف واحدة توانسة جاوبوا. خدمة تتخدم بالواقفة، حمزة البنومي قال الحجام. شوفوا الحجام قديش من تونسي من مياه قالوا الحجام. قديش من تونسي زعما قال الحجام. الحجام قديش من واحد زعما قالوا الحجام. الحجام زعما برشا يجيبوا الحجام. 14 من مياه تونسي قالوا الحجام. أكثر قطعة في الدجاج يحبوها التوانسة، حمزة قال الفخذ، أنا واحد من الناس اللي يحب الفخذ زادة في الدجاج، حمزة قال الفخذ، الكويس الفخذ، إن شاء الله التوانسة يطلعوا برشا قالوا الفخذ. الفخذ، حسب رأيك حمزة الفخذ؟ برشا برشا. أنت الفخذ أكثر حاجة. أنا الفخذ 60 يظهر لي. حمزة قال الفخذ يعشق فخذ الدجاج، حمزة يحب الفخذ. واحد وخمسين تونسي قالوا الفخذ من مياه. سمي أكثر جمعية مش تونسية يحبوها التوانسة، حمزة قال باريس سان جيرمان بي اس جي. حسب رأيكم يا جماعة. جعفر ماهوش معاك في الإجابة. جعفر قال لك بي اس جي، حتى كان باش تلقى شكون جاوب ماهوش برشا. نشوف هذا رأي جعفر. نشوف التوانسة قالوا بي اس جي. البي اس جي باريس سان جيرمان قالوا توانسة ولا قداش من 100 قالوا البي اس جي؟ 20 ولا 15؟ ايه 14 باهي. برافو حمزة 14. سمي بلاصة تستعمل فيها الصرف، حمزة قال العطار. باهي تقريبا لوجيك 90 نتصور العطار. أكثر بلاصة تستعمل فيها الصرف. زعما الصرف في العطار قداش باش يجيب لنا من نقطة؟ الصرف. الصرف. في العشرين شكلها. أنت ما عادش تدور بالصرف على الطاولة. إي لا كيف. الصرف قال حمزة، العطار بالصرف أكثر حاجة. برافو برافو حمزة. سمي حيوان منقط، حمزة قال كلب دلماسيان. دلماسيان حيوان منقط. دلماسيان منقط أما ما يقولوش. كلب دلماسيان قريبة. كلب كلب فيها نقاط. فيها تتصور توانسة قالوا دلماسيان من 12. مش من واحد قال دلماسيان. شوية يمكن في الدلماسيان. ما نصورش وما سألوش جماعة المنزوية. ماشي صحيحة ماشي صحيحة يا حمزة. لاباس لاباس. شنو تقول؟ كان عاود نسلك ولا منقط؟ حق ما عنديش. سمي حيوان منقط، حمزة قال كلب دلماسيان. دلماسيان لك حلو الأبيض المنقط. كلب دلماسيان. قديش من تونسي قال الكلب منقط؟ قديش من تونسي قال الكلب منقط؟ ان شاء الله يا ربي يتلموا برشا نقاط. قديش من تونسي حمزه لا من 113 نقطه. تصفيق على حمزه البلومي. برافو حمود يا اخي الصح. نستقبلوا هادي زعايب، نستقبلوا هادود، عايزين الهادي. مرحبا هدول. تصفيق على يد زعيم. مرحبا بك هدول. هدول حمزة لم 113 نقطة على 200. أسئلة سهلين.
جمعية مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت نحاولوا نربحوهم اليوم ال 40 مليون ان شاء الله مسؤولية كبيرة ان شاء الله. عندي عندنا ثقة فيك هادي، أول مرة راك ستريسي هكا. لا ستريسي على خاطر نعرف قداش يعني للجمعية ونعرف أنه الكلنا معناتها نتنافسوا من أجل فما ناس باش تفرح وفما ناس ميرسي صحيح. على الأقل على الأقل نعملوا حاجة آخر العام وفما ناس باش يقعدوا يترحموا علينا معناتها حياتهم الكل. يعطيك الصحة ولا يعطيك الصحة هادي. إن شاء الله يا هادي تركز معايا ولا تسأل ساهلين ومش تعطيني ثلاثة إجابات راكي مقبلة، جواب واحد. لا مستحيل. لا توا أجوبة جواب واحد معناها من غير ما تقول لي ثلاثة. وأقرب تخمام التوازي. واضح كي تكون حاضر قول لي حاضر يا هادي. حاضر يا هادي. توب توقيت خدمة تتخدم بالواقفة. دهان. أكثر قطعة في الدجاج يحبوها التوانسة. الفخذ. تقال تقول حاجة أخرى. الزر. سمي أكثر جمعية مش تونسية يحبوها التوانسة. برشلونة. سمي بلاصة تستعمل فيها الصرف. حماس. سمي حيوان منقط. نمر. هدول ولا هدول. تصفيق على هادي، برافو هادي. معلم معلم بالضبط مقنعين حسب رايي مقنعين عملها بصحاح حسب رايي مقنعين الاجابات جيس حاجه واحده الدهان فيها شك بالواقفه اي اي تجي هي بالواقفه ما اجا بحذاي هادي هدوء ستريس ها ستريس ستريس على قد ما ضحكنا من الاول على قد ما ستريس ركبنا في الاخر صحيت مسؤوليه صح عليهم لي كرونيكور والله صح روحوا في احسن وقت صحيت ما اغلى مسؤوليه لا حد شيء خدمه تتخدم بالواقفه هادي قال دهان. قلت الدهان الدهان وتنجم تكونش احسن اجابه نشوفوا تواسا هل برشا تواسا قالوا دهان من 100 تونسي زعما قديش من واحد قال الدهان قديش واحد تصور قديش من واحد على 100 يقولوا ما نتصور 30 25 اقل برشا 20 برشا خاطر ينجم يكون السيرفور مثلا اي جونس كو الدهان قديش من تونسي زعما قال الدهان انت جاي في مخك الدهان خاطر الوقت في ساعه دخل بعضك من الدنيا كل اخترت كان دهان هذاك اللي جا في مخي الدهان الدهان هادي قال دهان شوف قداش من تونسي قال الدهان حتى تونسي ما قال الدهان توب ريبونس السيرفور في المرتبة الأولى تونسي قالوا السيرفور يا هادي النجار المعلم بعيد المعلم الاستاذ رجل الامن بتاع بوليس المرور هذوما الكل اكثر حاجات قالوا لغرب اللي جا في بالي الاول ده اكثر قطعه في الدجاج يحبوها التوانسه هو قال الفخذ وانت قلت الزدر مش قعدت فيها الدجاج اصلا العنكوش الدجاج فيها العنكوش والجناح العنكوش ما تصورش فما شكون يتبنى انك ياكلوا فما بيت تعشق عليكش قلت الزدر شوفوا الزدر قداش من تونسي قال الزدر واللي نعرفه برشا ما يحبوش الزدر يغصص معناها الزدر الدجاج اما في سبور يا ضروري اللي يعملوا سبور هادي قال في سبور الزدر ضروري منصوح به في الرجيم في الرجيم منصوح به الزدر قداش من تونسي قال الزدر زعم على 100 قداش من تونسي قالوا الزدر قداش من تونسي على 100 قال الزدر هيا يا بركة هيا يا عينا هادي عندك ضحكة بتاع ستريس قالوا لي في الرجية عندك ضحكة ما نحبش نخسر وما نحبهمش يروحوا من غير حد شيء إن شاء الله نشوفوا قديش من تونسي قال صدر يعني حرب العصابة يعني قالوا الزر
برافو برافو 20 تونسي 20 تونسي قالوا الزر جعفر رجعت فيك الروح ايش طلعت الزر اجي عليه 20 تونسي قالوا 20 عليه قالوا الزر اجينا قالوا شنو علاش 51 قالوا فخذ 20 قالوا الزر والباقي مفرقين عليك الدنيا هذيك وكوالس وكل جوال والكبده نتاع الدجاج كبده الدجاج والله والله يا كريم والله توا فما شكون يحب الكبده نتاع الدجاج والله توا انا برجوليه بديت نخاف خاطر تعرف حسابين قداش نجيبوا فيها برشلونه لا يلزم ثلاثه اللي مازالوا يكون برشلونه يلزم نجيبوا فيها اقل شيء 50 تعرف عليه صابط خاطر الدهان صفر هي اللي شربكت الامور معناها هذيك يا ربي عليك ان شاء الله ربي معانا لا يهديك لا طلعه تاع الدهان سامحني من الناس الكل دهان معناها هذاك اللي جا في مخي لا ما يجيش في مخك سامحني جمعيه ودنيا يزي يا حرام عليك فضلك يفضلك سامي اكثر جمعيه مش تونسيه يحبوها تونسه اجابه منطقيه برشلونه زعما انا متاكد انه متونسه قالوا برشلونه كان تطلع عاد برشلونه ما فماش فما اما قداش من تونسي قالوا برشلونه 50 و60 زعما قداش من تونسي قالوا برشلونه اكثر جمعيه برشلونه وشنو ريال بي اس جي لوجيك على الاخر لوجيك على الاخر بربي لا تفجعون اكثر من هكا ريال هريك. ريال برشلونه زعما قداش من تونسي قال برشلونه قديش من تونسي زعما قال برشلونه اعطيونا بربي الاجابه بربي ما تلعبوناش بصاب رسم خربحوا الجماعه يا رحم والديك هاتوا جديد توسي قال برشلونه برافو الحمد لله يا رب 35 توسي قالوا برشلونه عليك عليك برشا قالوا اليوفي برشا قالوا ريال مدريد وبرشا قالوا مانشستر مازالوا 16 16 لا بربي سي كريم بعد اذن قداش مازال نقاط لازمنا لازم 32 نقطه يلزم بيناتهم الزوز 32 دونك 16 16 حماس نتصور اكثر من 16 سمي بلاصه تاع حماس حماس والنمر زاد حماس حماس انت ان شاء الله ما تطلعش توينسه خاطر عاد حماس تاكسيست معانا معنا الدنيا والعالم انا جيت في مخي تاكسيست بعد قلت سيسور راه حمزه قال تاكسيست تاكسيست صحيح خاطر ديما تاكس تاكسيست قالوا قال منشط زاد نشط واقف باه العطار معناها العطار شوفوا احنا زعما توانسه يفرقوا ياسر بين العطار والحماس فما شكون هذا لا 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 يفرقوا 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 حماس واحد والعطار حماس واحد وعطار واحد ان شاء الله الحماس زعما قداش من تونسي قال الحماس شي دخلني بعضي معناتها ينجم يكونوا ما يفرقوش ينجم يكونوا ما يفرقوش لا لا حماس انا قلت حماس ولا تاكسيست حماس حماس اكثر من 16 زعما قديش من تونسي قال حماس اكثر من 16 ان شاء الله هذه ما تكونش سبب في خساره جمعيه للفلوس شو جعفر وين مشى قديش من تونسي قال حماس يا جعفر جعفر كان يلقى يبدل التابلو بيديه قديش من تونسي قالوا حماس ان شاء الله هذه يكون سبب في فرحة الجمعية ما يكونش سبب في حزن مسكينة هذه الكولا سكريت عنده حق مسؤولية مسؤولية حماس قديش من تقولون قديش من تونسي ربحهم ربي ربي الرجل يرعش وجهه صفار وجهه لخلق قديش من تونسي قال حماس يجي بحذيه هذي للأسف ثلاثة توانسة قالوا حماس أغلبية توانسة مشيوا للعطار والكل الحماس هذيك الكل ما تعرف هذا كان يقول 30 يزمى أكثر من 29 هذا مازال أمل مازال أمل لهذي 29 مازال أمل مازال أمل مفتوش الأمل يا أولاد مازال مفتوش الأمل يا أولاد يا توانسة مازال الأمل انت دخل جعفر يا ودي لحظه ما انت ماخذوش الامل مازال امل هادي نمر قلت نمر والمشكله اللي بس ايش دعنا كنت اللي نمر جعفر اللي هكا ينجم يكون هو بالمنطق النمر غالط
نعم نتاع الكوره كذا هكا. علاش خالد خاطر خاطر نورمالمون الفهد هو المرقط النمر فيه خطوط اما الحمر على بعضنا ينجموا التوانسه يلعبوا على الحكايه هذه يغلط ما يفرقوش ما بين النمر والفهد. صرنا ولا ربحنا نسيتش النمر فيه الخطوط الفهد مرقط. كلامك قلت الفهد مرقط احنا مازلنا ما نعرفوش الشباب التوانسه ينجموا التوانسه الفهد يقولوا له نمر معناها برشا الفهد والنمر. انت علاش ما قلتش فهد ما جاش في بالك؟ خاطر تعرف شنو جا في بالي؟ جا في بالي جاء في بالي انه يلزمني نخمم كيما التوانسه. جيت في مخ معناتها في مخي فما الفهد وعلى لساني يلزمني نقول النمر على خاطر كلمه فهد ما نستعملوهاش برشا احنا في تونس. نمر لا تعرف باش تشوف لي كويت هذوك يقول نمري اما هي فهد ما يقولوش فهدي ما يقولوش فهدي. والله يقول لك حاجه سيدي هذه قول لي انت انا هو الحيوان المرقط المرقط اسالني قول لي انت انا هو الحيوان المرقط نمر نقصد الفهد فوالا هو بالمنطق هو بالمنطق هو بالمنطق نشوفوا الاجابه الفهد هو المرقط معلش بالمنطق الفهد النمر ماهوش مرقط نقولوا نمر احنا النمر ماهوش مرقط النمر مرقط كملوا هذه ونشوفوا الاجابه ان شاء الله نربحوا الفلوس الجمعيه بعد تعطيو الكاش ولا سبلاش معايا غادي لو نزح. لا لا خاطر شفت التوانسه غلطونا برشا مرات في الجوله الاولى اي دونك لهنا باش نلعبوا على الغلط اللي غلطوهن. صحيح تحليلك منطقي عليك سمي حيوان مرقط هادي قال النمر والله سامحوني مش بالعاني ما انت عملت لي عليا هذيك هو هذيك مستحيل توانسه يقولوا فهد ما يقولوش فهد لو ولو, ولو قلت فهد انا والله كنت نخسر وناخذ صفر ونفكر السادة المشاهدين انت زادة اللي تتفرج اللي تتفرج فينا تبعث ام على 85811 ام على 85811 تنجم تربح اشتر المبلغ ان شاء الله يتربح اليوم. نشوفوا النمر مالا نشوفوا النمر مالا بربي نمر قديش من تونسي قال النمر تاع جعفر على حاجه محميه قديش من تونسي قال النمر مجهود زعما تونسي قالوا النمر وخموا زعما كيف هادي ما قالوش الفهد إن شاء الله ربحوا جمعية مساعدة عميقية الإعاقة بالبيت إن شاء الله ال 40 مليون تمشي لهم الصغيرات والحاملين إعاقة إن شاء الله ال 40 مليون تمشي لهم. فكر السادة المشاهدين تنجم تبعث ام على 85811 ام على 85811 تربح اشتر ال 40 مليون راهم 20 مليون وانت قاعد في دويرتك تبعث ميساج يجيوك لدارك يفرهدوا على الاخر تنجم تسافر بهم 20 مليون تنجم تعمل تحل بهم مشروع تخلص بهم ديونك يعملوا برشا حاجات في الوقت هذا ام على 85811 يا تلعبونا بعصابنا في الجماعة في الريجي متنا متين واحد وثلاثين لا لا واحد 29 يعطيكم الصحة منسقي الحوار التونسي ربحتهم ل 40 مليون حلقة استثنائية